السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. تقول شو عني؟ أنا عادة عقب الصلاة طلعت عماركم أرد أرقد. اليوم قلت في خاطري يا شي رقدني، راقد من وقت لو أني الحين نشيت وصليت وراقد البارح مخر ما علي، راقد أبوي من وقت وشبعان أرقاد لين هذا ابنه أرد أرقد ليش؟ برقد اليوم بتغدى اليوم إن شاء الله من وقت وبرد وبقيل بغدي بخير وسهالة. ليش أنا حين أخرب على عمري وأرد أرقد الحين؟ ما في رقاد، شبعان رقاد. يقول لك حدا تعصر له العكة وحدا التعذرة، حدا تعصر له العكة وحدا التعذرة. العكة كلنا نعرفها، العكة شيء جربة وشيء صميل وشيء عكة. الجربة العودة اللي تعرفونها فعليه جربة، والناس كلها ما تعرف إلا الجربة، لكن الجربة عدة أنواع وعدة أحجام وعدة استعمالات لها، من أساميهن الكرعات، الظرف، الشكوى، الجود، الجف، وايدة مسميات كلهن من شو مستعملات؟ من جلد الماعز، من كبير وصغير. أصغر نوع يسمونها العكة. ليش العكة؟ ليش شيء من الماء وشيء من تخزين المياه، شيء يوردون فيهن الماء، شيء من تخزين الماء، وايد استعمالهن. لكن العكة طارت عماركم فقط للدهنة، تحفظ فيها الدهنة، تنلاص داخلها يوم هي جاهزة للاستعمال. لاصوها طارت عماركم بدبس، دبس شبوا فيها دبس وانفخوها ولاصوها لوص داخل لين عينها، ودنوها ب ب ب في بطاسة ولا لقن ولا أي شيء، كله يكون من دبس زي ما زي لين تتشبع العكة اللي يلد هذا اللي هو اللي يلد الجربة، يلد الماعز من الدبس تشرب. لكن وين اللي تتودن بالدبس الشيء هي العكة اللي بيستغل لحفظ الدهن، لحفظ الدهن الذوابة، إن كانت للغنم دهنة غنم أو دهنة بقر أو دهنة بوش. فنشة وطالت عماركم لاصوها من داخل كاملة بالدبس وخلوها فترة طويلة، مثثوها من خاري يا غير الدبس اللي داخل بطن العكة خلوه داخله، يعني ما يعصرونها، يخلونها منشوس لين يقطر كامل. نشوا مزروها طالت عماركم خلاف سمن اللي هو الدهن اللي هي الذوابة، إن كانت فرات فهمن اللي يتخزن فيها الدهن غير، واللي ينخض فيها اللبن غير، واللي يتورد فيها الماء غير، واللي ينشرب منها الماء غير، وعدة احتياجات للإنسان من شو يستغل هذه الجربة. فمثل ما قلنا لكم الوصف اللي نحن برمسكم عنه هو حد نتعصر له العكة وحد نتعذره. منو هذا اللي يعصر له العكة ومنو اللي يتعذره؟ محمد احتاي حاي صار حق خالد، أو عبد الله صار حق خالد، دق عليه الباب، الله في خالد أبي شيء الفلاني. قال والله ما عندي، تعذره. قال ما بعندي شيء الفلاني، تعذر. رد على مثل أثر الرجال هذاك. نش جاسم سرحك خالد يبقى من شيء ما شيء أكبر عنه. نش وأظهر له عطاه، قالوا لا إله إلا الله، حد هذا أخوانه هذا خالد، قالوا له حد تعصر له العكة وحد تعذره. حين هذاك الرجال يوم ياك قبل شوية تعذرته وهذا تعصر له العكة. العكة كيف عرفوا إنه يعني هذا حتى لو ما عنده شيء، حي خالد لو ما عنده شيء، عنده شيء البسيط أطاه اللي راس ماله، راس مالي هذا شيء متدخل لنا. من كيف عرفوا إنه راس ماله؟ كيف عرفوا إن هذا آخر شيء عند خالد وعطاه، ما شيء عند غيره؟ لقطوا الطاسة اللي معصور فيها الدهنة، ظهر منها في أطرافها دبس، فمعناته هذه العكة مرة وقفت ما فيها شيء، لدرجة أن انعصرت عصار وهذا اللي ظهر منها. نسبة الدبس 75% ونسبة الدهنة هي 25%، فيقال حد نتعصر له العكة وحد نتعذره. فاللي تباله
يوم تباله والله تظهر له من معينك تعصر له، واللي ما تباله لو عندك ابوي مال قارون، لو عندك مال يغطي مطلع الشمس، ما بريد عظيم، ما اريد ما اريد ما اريد، ما بلازم، ما حد يعزر على فلان، لازم تعطي فلان، ما يبى يعطي، ما يبى، ما هذا يغث، ما ينعطى. الاوليين ما يعى على القلب ولا يعى على الخاطر ولا يعى على المايه، ما بيعطون لو عندهم ان شاء الله مال المؤمنين والمؤمنات، ما بيعطون لان ما على الخاطر، واللي على الخاطر الله اكبر تظهر له يا ابوك من زر من 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 داخل عينك وتعطيه اياه حق يبيع ويتصرف، لانه شو على الخاطر. فهذا الكلام يقال حد تعصر له العكه وحد تعذره، حد من العرب يستاهل التضحيه ويستاهل انك انت تسوي للي ما حد سواه، لو راس مالك 10 ربيات بتعطيهن اياه وبيبيكن فيه وبيبينن وبيعطن ثمر وبيشكر. حد من العرب لو تكود فيه أما تكود ما وراه فايدة، ما وراه فايدة ولا بيذكر المعروف، كل مثل جهنم، هل امتلأتي هل من مزيد. حمد بنت خليفة الله يحفظها مخلفت حياة هامل أم محمد، تقول حد لو تعطيه بالآن المزاهد، حد لو تعطيه بالآن، الآن أقل نسبة بيزات هاي أقل رقم. بنت خليفة الله يحفظها يطول بعمرها حمد وخلفت حياة حامل، تقول أم محمد تقول حد لو تعطيه بالآن، حد لو تعطيه بالآن المزاهد هو بعيونه، وحد لو بتهمزر له ثبانه، لو بتهمزر له ثبانه ييحده ويقول طشونه، وانت ما زر له ثبانه قرب الله تياب كل قناعة كنز لا 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 يفنى. منو حين يشكر؟ وين اللي يشكر؟ وين اللي يبين فيه المعروف؟ وين لك هي لو خليت خربت فيه، موجودين 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 ما شيء كذا رمل عيال عيال حلال، لكن حد من العرب بعد ما يثمر فيه ولا يبين فيه معروف. الدهر هاك الطويل كله بينساه، كل هذاك المعروف بينساه، واستوى شيء بسيط، دقة بسيطة دقة بسيطة، يوم صار يدور ما لقط، كود الشوش المتنجس، كودت الشوش المتنجس في ربيعتها ولا بنت عمها ولا خالتها، قالت ما فيها خير وفيها وما يخفيها ولا لا، وهذاك الوقت الطويل. فلذلك قالت بنت خليفة، قالت بنت خليفة بنت خليفة صادقة، هي حد لو بتعطيه بالآن المزاهد هو في عيونه، لو بتعطيه بالآن، حد لو بتعطيه بالآن المزاهد هو في عيونه، وحد لو بتمزر له ثبانه يحده ويقول طشونه. بس عليكم. Yeah.
نسبة للصورة، الصورة هذه طالت عمرك ما حين عمرها ظني 40 سنة، هذه الصورة في عرسي يوم أنا معرس، وهاي اللي تشوفوا بيت شعر وعرسي عرس عرس بدو بني خالد، يعني بني خالد ما بحضر، بني خالد حد منهم حضر وحد منهم بدو، لكن الأكثرية أكثريتهم بدو. هذه الصورة طالت عماركم عمرها حول حين حول 40 سنة، وطارت شوف التحاط معلقة على وين التسريح، وين تلبسونه هذا، وين العطر مع عطر، أعطيني سموها تسريحة، ما أعرف لها اسم غير التسريح. المهم ما زين للبني علي، يلا أني فنان أقولكم، وطرت علي وشوف التقت براويكم إياها، بس مجرد ابتسامي يعني لا أكثر ولا أقل، براويكم كيف الأول. وخلق الله ما خلق موجودين مشتلين من بضبي بسيائير 38 أو 40 سنة العرس، مشتلين من مدينة زايد بسيائر، سيارة اللي فيها حياة مايا وابوي، هاي مرسيدس من الطوال، وحد صار بسيائر صواليين، والمهم سنيار لين السلع، ومن السلع بتنا، ونهار ثاني كملنا لين وصلنا الدمام، واستوى العرس هناك. المهم كان عرس فنان، العرس كان يوم واحد، كان يوم الاثنين، كان يوم الاثنين، الليتات والعرس وكل هذا سوى في يوم واحد، والخطبة والعرس، الخطوبة والعرس والملج والذهاب وهل بالعرضة وهل بالخيام وهالدنيا كلها استوت في خلال يمكن 10 أيام متجهزين، في خلال 10 أيام. قصة عديتها من قبل، قصة العرس كانت صدفة، يعني كانت صدفة والحمد لله، يعني صدفة أتت بأكلها، والصدفة كانت جميلة وزينة، والله راد اني يعني الله رزقني العيال والحمد لله حين الله رزقني الاحفاد، وعشت بسعادة وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى. وعرس الصغر ينفع، عرس الصغر ينفع، عرس الصغر ينفع اذا في حاسية وفي عقل وعندك اهل يبون لك الخير ويبون لك السعادة ويحاضونك انت ويحاضون حريمك ويحاضون عييلك ويحاضون وضعك، يعني يكون مستد، يكون مستد، ما بدنا تلته بك الحياة وتلته بك ولدك وهو صغير، بتجوزه وهو صغير ما عنده قانون الحياة، قانون الحياة يعني تجوزه وهو صغير لازم يعيش وياك، يعيش وياك على الأقل 5-6-10 سنين لين يعرف يعرف الحياة ومشاكلها. العرس ما بالله حرمة وريل، العرس عيال ومسؤولية، الحرمة لها قانونها والريال لها قانونه، وهاي حياة مات ود 17 و18 و20 يجهلها مهما يكون فيه من العقل ومهما تكون فيه من المرايل، لازم يباله يسمونه سبورت، يبال حد يشد على يديه، يكون عضيد له دبة حياته. فلذلك رب العالمين يوفق، فلذلك استمر الزواج، يعني الحمد لله رب العالمين. تغنى في العديد من الفنانين والمغنين والشعراء، ويعني قصيدة راكان بن حثرين من القصائد الجميلة اللي تغنت بها العديد من الناس. قصائد راكان بن حثرين كله جميل وكله جيد وجزل يقير، القصيدة هاي تغنى في جميع الأوقات والناس كلها تحبها، اللي هي قصيدة راكان بن حثرين اللي هي يا محلى يا ما حلى الفنجان مع مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثجيله، هذا ولد عم وولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثيله. هاي من القصايد اللي بالأخص أنا أحبها يوم أسمعها على الربابة، أسمعها على الربابة تعيبني تعيبني. وكانت عندي عمة رحمة الله عليها اسمها موضي، تسكن في جوف بني هاجر بين 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 الدمام والحساء دون بقيق، ودوم تسمع الربابة، وكنت أحب أسير عندها. وعيشتهم الأول هناك في خيام، وعقب يوم ياهم التطور سووا صنادج وسووا بيوت، عقب بنا وعقب عدلوا، ودوم الأول أسير لها في عطلة المدارس. نحن أنا عندي طالت عماركم عمتين، 3 عمات عندي، أبويا رحمة الله عليه ما عنده أخوان، عندي 3 عمات، عمتي عاشة وعمتي منيرة وعمتي موضي. حياة عمتي موضي ربت حياة أخوي
سعود وربت أخوي خلف، ربت هاي، أنا ربتني عمتي منيرة. حياة أمي محمد نستوي ما تربينا أمي، سيدي ودونا عند البر، تربيتنا هناك من عمر سنتين لين عمر 5 سنوات أو 6 سنوات تقريبا. عقب يبونا المدارس، أول مدرسة أنا دخلت فيها كانت مدرسة الشعب في دبي، في مدرسة الشعب في دبي، يابونا من هناك سيدة طحنا ودونا عند عماتنا تربينا. وعقب ما الواحد يغدي عمره 5 سنين 6 سنين يجيبون، حياة أمي ما تربي العيال، ترى يربون البنات، الوالدة رحمة الله عليها تربي البنات، ولا الأولاد كلن يصير تربيه عمته. خلف وحياة سعود ربتهم عمتي موضي مثل ما قلت لكم، بين بقيق وبين يكرب، في جوف بني هاجر. وأنا تربيت عند عمتي منيرة في الدمام، في الدمام. ويوم كملت عمري 5 سنين لو 6 سنين ردوني دبي ودخلت في مدرسة الشعب، ودخلت صف الأول لصف الثاني. وقلت أنا قصة يوم نجحت من صف الأول لصف الثاني وجيت أبو ظبي، تحولنا أبو ظبي، خلاص ردينا عاد أبو ظبي، نحن وغيرنا ردينا أبو ظبي. وكنت بدخل صف الثاني، ويوم أنا سجلوني صف الثاني، تحلو الأول يسجلون أول ما تدخل الصف سجلوا اسمك، سجلوني في صف الثاني. ولأن المدرس جالس يسأل الأولاد وين المغلب، اللي ما بيايب مغلب الجلاب أسبوع ودق عليهم لشطتين ثلاث، ويبغى والعيال يحال فقارة يزعجون ربهم لخالجنهم من الألم من الصياح من الضرب. وأنا يوم يزامي قال لي وين المغلمة؟ قلت أنا ما بم الصف هذا، أنا من الصف اللي عدالكم. قال انقلع، ورحت هناك ولهم ياسين يسجلوا الأسامي، ودرست صف الأول مرة ثانية. هي والله، والسب شو ضربت الأستاذ الله يسامحه عاد حينه، هي والله ضاعت سنة من حياتي، سنة دراسية. المهم صراحة يتريح هناك، ما أدري ليش اليوم هالسوالف كلها. طرت علي حياة عمتي رحمة الله عليها، وطروا علي الأوليين، ويوم شفت الصورة في زيرتي في البشت قلت بحط لكم هالأغنية، منها ذكريات ومنها خليكم تبتسمون تضحكون، ولا ما في الخاطر شيء. يلا بارك الله فيكم، والله اني ضحكت لين هذا منه. أبي من قلاليب العام الأول، واحدة منهم قفطت وهذه الثانية ما قفطت، أشوفها ما اختبت في خاطري ألبس يوم طالعتها، ولأنها ما بمكوايزين قلت في خاطري وين في عقها يكونها، قلت أبوي برايها لا في البيت أنا وين بسير، دراني عقها لا بعقها ولا عندي خبر عقها ولا بيكون هش، ما بوحدة كما وحدة ميوبات اللي درزل وكل وغلاب ما استعملهن إلا وقت البرد. عندوكم ها صليح، صباح الخير، شو جايبين لي؟ خبر بعد ما اسوي كلام، انت ما بتقول لي شو جايبين؟ انزين شو جايبين عاد؟ خبرني ساعد، انزين ساعد، انا اقول لك انا مي انا سلعني شو يا سلام، هاي صوغة مصر خلي تحت. شكرا شكرا. حب لب سوبر جوبر. وهذا شو اسمه هو حب كنافة بسبوسة. أيوة بسبوسة، بسبوسة من مصر يا بلي. أنت من وين؟ بلي مشكورة بنت أحمد، شكرا. أنا مبلغ متحزر علي أكل حب من صباح الله خير، الناس تصبح لا إله إلا الله تبدأ تطعمني حب، أنا ما أريد أكل حب الحين بحاد. يقنا طالت عماركم اليوم خبز رقاق وخمير زين ولوبيا، فقال لي لكم هذا اللوبيا والدنقة والباجلة، هذا أبوي من الأشياء التراثية اللي هي في كل بيت، كل بيت المحلة هذا يوميا في كل أغلب البيوت، نحن نسوي يا محلة يا خمير يا كباب يا خبز، خبز رقاق هذا ضروري، لكن المحلة وكباب وخمير واحد منهن هذا ضروري يوميا. اللوبيا هذا يا اللوبيا يا الدنقة ويا الباجلة،
هذا أهم ما يكون على المائدة. هل أكلمكم بالنسبة للي أنا أعرفهم وصدقاني وأهلي وجماعتي اللي أسير ويسيون علي ويي عليهم ويييهم في جميع أنحاء دولة الإمارات، اللي من غير يقول نحن ما نعرف أبويا ما يخصني فيكم، إيش دراني بكم ويا حاضلي. إنسان يقول والله نحن هذا مش مخلف علينا أو مش تبعنا أو ما نعرفه أو هذا دخيل، ما في شيء دخيل. الأكل أبويا أكل، إن كان فلزي إن كان شباتي إن كان براتة إن كان محلة إن كان خمير إن كان قرص، هذا كله مأكولات شرق أوسطية، مأكولات الخليج. خليجنا واحد تقولون، كيف خليجنا واحد ودربنا واحد وما تشقى من ناكي؟ أنا بوحيد أمس كلولي كبدي يوم كلنا ناكل دنقو، كلولي كبدي يوم قلت والله ناكل باجل عنب، وشو يعني ناكل المشاوة وناكل المهياوة وناكل الموري وناكل الدق، هذا أكل أهل الساحل وأهل البر وأهل الجو، وناكل العسل وناكل أبوي الزبد بطوس، العسل بطوس وفوقه أبوي كل كسرة زبد هالمتن ونغمس وناكل، هذا كله ناكله ونرش أبوي الدبس على القرص والدهنة وكل شيء هذا نحن ناكله. تعالي إيه شو هذا ميو بابا بعدين في خاطري يخلي منك بي بطالع انزين خادوني والله حين ما بعرف عن شو ارمس. الو شو بلاك انت حين اخي تخاديت والله انك بتصور راسي هناك هناك شامبي وهاي مرتزة معالي راسي وهاي بعد العقمة عدالي هذه شوش الحرب متخوصرة وهذه العقمة هني وشامبي ورا وهذا هناك وهذا روحي بالقوم يعني كيف بارو مار مسنة مارو ما تكلم يلا بخلص مبارة درم مسكب اليوم بتعرف معزومين على العشاء. هذا انت تسوي دكتور بتصير دكتور الاسنان. خلصت اسنانك سر وين تبى تغدى وهذا اليوم العشاء الساعه 7 تكون هني. يلا الساعه 8 وين بيكون عشاءنا؟ مونتوك دوك مونتوك عند شيف مريم المنصوري. شيف مريم تحيدون المطعم اللي تعشينا فيه العام لا والله اظن 5 شهور لا ما بعد الكرنيش قبل الكرنيش قبل بيوت قوم حياة دريس من كرم. ايوه ايوه حبوبه ايوه عفا هناك عفا عفا وين بيت حبيبه ابي عفا خلاص عفا بخبر له هذا ابي عفا الشيشه عقب الشيشه ايوه عفا عفا المطعم عفا عفا يا رب انت خلنا نرمس عفا عفا انت صالح هذا اعلان خربت علي الاعلان ما اتكلم ها زين خبر الواد ولا ما خبرهم؟ خبرهم. اليوم عشانا طلعت عماركم بنكون في مطعم مونتوك اللي في شارع الخليج العربي. شارع الخليج العربي ان شاء الله يكون عشانا هناك عند الشيف مريم المنصوري الساعة 8. اسم المطعم؟ ابو نسيت اول لا اول لا 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 عريش اول عريش اقول لك اسمه مونتوك بنكون مطعم مونتوك اليوم اليوم عشان هنا زين زعب بديش بليز ما حبلي عشب تخيل شوف هي سلم عليها إذا تشكلها بالسلامة وترياك نصلي المغرب الساعة 7:30 بنظهر بالبيت بنسير نتعشى برد شو رأيك لا تاكل شيء العصر بس حسب ما تمزر بطنك مطعم اكل فنان وزين وبدليل صح هي بنسهر هناك بنرمس بنتعشى وبني زين اليوم يوم لك خالد الخالد اليوم يوم لك اوكي اليوم يوم لك ثانك يو خالد الخالدي
خالدك خالي. زين خالدك خالي. سمعتوها أغنية هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك أمس وايفين، بالذات من كم من يوم عادوها مرتين ثلاث في قناة البث المباشر وقالوا هذا إهداء حق أبو محمد. أكيد هذا في الأحلام يعني، أكيد أكيد الكلمات صحيحة لكن مشابهة، مشابهة لكلمات قيلت في أبو محمد، لكن أتوقع أنه يقول في مكانه وهذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونه، يعني انه ند توت انه ند حتى لسانه اقتضل نشوف زين، ما حد يشوف هالزين وما يقتضل لسانه تبارك والله. اي حافظ يا حفيظ عليك ابو محمد، حي هالسقب وحي حي هالعين حي هالشوف يا ابو محمد تبارك الرحمن. مرتب العرس مرتب رقم واحد. ابو عبد الله وين ساير ابوي؟ روح طلبك لتو الناس، لا خلينا بنيكم ان شاء الله لكم هي خاصه مع غنى. الله ييسر امورك في دعوة الرحمن. هذا ابوي العرس. العرس عمدا ما يكون في ناس وايدين ملتزمين الجماعه بالدعوه، انه يعني العرس حل كثر ادميه هبيونه الاف مؤلفه، لان الوقت الحين يحكم وكلنا يمشي حسب القوانين، ولا لو بيعزمون لو ما ملتزمين كان العرب ظاهرين لين خارم كثرهم. يا غير طارت اعماركم، اللي يلزمك الشوق اللي يلزمك العرس الشروط بتقوم بتسوي بتحضر عرس لازم انك انت تلتزم بالقوانين اللي مصرحي بها، العدد والناس والمعازيم وعددهم وقلهم من كثرهم، منو يخف منو في كوني دوما طريق شيخ الكمبنية وشيخ الكمبنية هبله شيخ الكمبنية شيخ الكمبنية وشيخ الخورية، انا مسمينه شيخ الخورية، هذا هو هذا خليفة خوري، شيفه شيخ خوري أصلي، خوري بطل وظهر، فلذلك هنموني غادي ها، لازم هنمونه، لا أيوة أشكر فنك، باركتوا، الله يبارك لكم إن شاء الله. شهزين ما شاء الله، شهزين ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الله يحفظه. محمد حسين خوري المهمة حتى ما ياهم اللي موجودين كلهم كمبنية تراهم، ايه يقول لك المال يتبع المال، تكملوا روحكم تعرفونها، المال يتبع المال روحكم تعرفون تكملة الوصف، كلهم كمبنية العادي ما دار بينهم ما شاء الله عليهم. ايه ما زين الا مشاهد يا ابوك التيار اي ترى سوالف، احد يقول شيء ولا شيء ترى هلا سوالف، هي والله انا اروح ما عيبوني الحلياني، عيبوني التيار واللي حالهم مسدود، وهاك الحنتير انا ما داني حتى اسلم عليه، الحنتير اللي دوم يدور سلف، هذا اللي يدور الاسلاف هذا انا ما داني بعشت الله، هذا اللي يدور الاسلاف هذا اي عيب ابراهيم، لا ياخذ مني ولا اخذ منه، لا يعطيني ولا اعطيه، المهم يكافيني شر الاسلاف والتدين اللي ما يوجه. المهم شو الترتيب عافيك الورد عافيك 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 ع
قايل لكم انا مال يتبع المال، ما حد تم الكمبنيه مايا، ما حد تم الكمبنيه من داخل وضبي من خارجها من شرقها من غربها وين ما تصير وين ما كلها الكمبنيه. روح 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 معبود، روح عبد الله ماي داني التصوير. العرس الخفيف، هذا العرس الخفيف ما في زود زحمة، ما في زود زحمة، ما في عالم وادي، ما في ناس يعني كثر. حضور جميل وخفيف جميع أنحاء الدولة من إماراتنا الحبيبة، ما حد كلهم يعني شفت اللي جايين من كل قطرة غنية، يعني عينات من الفجيرة من الشارجة من البلقيوي من راس الخيمة من دبي من بوظبي من جميع بوظبي يعني من جميع فرجانها تحرم طرش عليهم، يعني متنقين من أقوى واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة وستة. هذا اللي تشوفونها قبل تليفون من الصبح، هذا أبوي مدير فندق اللي في لندن هذا فندق الكمبانية نسيته لينزبر هذا، وهذا اللي تشوفونه هذا هو المدير الكمبني العود، اكبر مدير عندهم هناك في تنتير عند هذا مدير فندق لينزبر. لينزبر هذا لا بسم الله عليه بسم الله عليه سبب كل خير ما شاء الله عليك يا عمران، غادي يتقاطر من الاطراف، انت حرا ولد البارحه ما شاء الله عليه. عاش ابو محمد موش بن يبر بن محمد بن محوش المزروعي مليار والنعم. يا نديمي انقش الخري وشداده شركات أهل بالناف أهل بالشرق وغرب فنادق العالم من دول الكون كلها، إدارة الفنادق إدارة شركات شرق كلها أبو العرب حاضرة، ما حد تم في الدنيا ما ياهم ومن الكمبنية هطري. إيه قال لكم قبل المال يتبع المال، ما قلنا عيلة هذا سعيد بن سالم بالهادومة القبيسي، وهذا عبد الله بن خليفة بن عبد الله شيبه القبيسي، كلهم ما شاء الله ربعهم وجماعتهم شيء كمبنية كبار، شيء كمبنية وسط مختلف الكمبنية ما شاء الله، جميع الشرائح الناس كلها خير وبركة، غير ها كلها أنا أسوي لكم سوالف. بن خميس بن هلال المزروعي والله مليار والنعم، إيش حالك فيصل؟ ما اسمعك صاصر، لا لازم بعد اصلي انا ما خبروك اني هي الحين اسمع هذا من الحدانة. ايوه ابن محوش والله مليار والنعم. مرحبا ابو عامر مليار مرحبا، الله يحييك اخوي عالم كيف انت والله مليار وين الغيبه؟ شفت الزين مازيني؟ شفت مازيني ما شاء الله، هذه ما شاء الله علي غير نمونه
الله يا خالد. وشيخ وين ولون كلموا جديد سعيد. سعيد سعيد بن سالم كيف خفيت هالنمونه؟ مشي وخفيت يدي. خفيت هل يعني المشي اروم عليها كان يدي ما اروم اكثرها؟ ليش ما اروم؟ اكل خفيف بس. الله يبارك فيك. امين امين. زاب فسير وزافتي، حد من راس الخيمه، حد من الفجير، حد من القيويل. المفروض انا ما ابغى حالي الحق اصور على الطرف هذاك، قلت اصور لكم سعيد. سعيد وين صار هناك؟ ما ابغى حالي اصور سعيد بن سيف حمر عيد. اكو ها عناق حار. لا ما بهو ترى علامه التيار بالقوم، عيون اطراف اسبوع ممتان. اللي اي واحد يشوف اطراف اسبوع ممتان عرف ان هذا من التيار الكبار. ايه اي واحد شو اسبوع حمتان، اي واحد اسبوع حمتان اعرف انه من الكمبانيه الكبار، واللي اسبوع دقاق ورفاع وطوال اعرف انه فجري. الله يبارك لهم ان شاء الله. كل كمبانية لا شم كل هالعرب ابوي ها هذا ما زلت نضرب مال مال رئيس تنفيذي او كبرت. الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك. كلهم ابوي ها على ما تشوفون كلها كلها ابوي ناسيه كلها ناسيه ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن مثل ما قلت لكم زافت سير وزافتي ما يتمون كلهم ضربه ها. شوف الكراسي ها تخلى والسيروتي ها زافت سير وزافتي ما يتجمعون وايدين. كل ما ياهل حد يو 60 80 ساروا 60 80 وملتزمين بالسير والجيه ما حد يتم ينشنزون كلهم مكان واحد. شوفها والله يا ابوك من يلس الحين 40 ودي ها كم ودي كل هذا خربت ابوي هذا هذا خرب اخترب شكله والله حكمه ها في العافيه. مساء هو نجب منه كل دقيقه ونقب منه كاتبين حرف ما ادري شو مسوين لوادم وكل دقيقه نقب منه ها صار بيع بعد ياخذ منه هذا اني بس الزين محطوط حتى ما يلايمون منه. سعيد حمر عين عديبة طالت عماركم من ستين ما شفته وحين من يا يتلفت لا سلام ولا كلام ولا علام. يلا بس شوفك انا تعزين هذا هذا حينه وايدين اللي من العرب ياكلونه يا غير ما يعرفون الشو هذا طالت عماركم سمعتوه بلا يذكرونه بيض الصعو بيض الصعو نسمع به ولا نشوفه هذا هو بيض الصعو يقولون فلان شرات بيض الصعو نسمع به ولا نشوفه او الشيء الفلاني شرات بيض الصعو نسمع به ولا نشوفه هذا بيض الصعو ليتنا عتوب بالعرب وليت تطريه الناس يقولون بيض الصعو هذا بيض الصعو الناس تسمع به ولا تشوف ولا يعرفون الشوف هذا ابوي بيض الصعو للناس تهادي به تقول ما قلنا لكم ها هذه بعد اليوم ثاني معلومه اعطيناكم اياها لا بس علي بندحك لا لا بس علي ما شاء الله. هذا ابو الكمبانية كلهم هذا ابو خليفة الله يحفظه الله يطول بعمره ويحافظه يطرح البركة في كل مناسب والله العين ما يقصر في اي مكان ما يقصر بارك الله فيه الله يعطي طول كان العمر. عرس ولا عزاء ان شاء الله افراح نبغاها امين امين يا ربي الله يطرح البركة فيه ان شاء الله. سامحوني بسلم عليه برد اصور عرب كلها اي بالله تعال سربون اي بالله معاه تعال تعال محمد علي ها ياس فيديو اصور علي ومحمد ياس هذا فيديو سوينا لهم ها ما شاء الله رقم واحد تباركت وتباركت ويا المعاريس نعم انا بروح المعرس اي والله اقول ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لهم ان شاء الله. هذا مبارك قعرون العامري شوف الزين شوف الزين شوف السقبه خليك فيها زين ليش؟ وحلتنا متى؟ يوم طول عمرك شحنا شحنا وحلتنا الحين لا انت ليش تخبي؟ لا تغبي انا ما خبيت لكن انت فتحت العيون وعيوني كلها لا ما
عليك فاس يمو يحاسبونا على مرحبتك كبير وكبيرة إلا ما عليك فاس الله يسر أمورك يا ولد العم أنا قلت أني تبغى أكلمه خالد ما يهمك أصاب طاح الحطب طاحت الحية إن شاء الله ما يهمك هذا اللي على يسار ابنه اللي على يسار الرجال ابنه على يسارك ابراهيم لما البشر بشر عيال ابراهيم نعم بشر اها عيال بعد وحده ابراهيم اها اشكر ها ابو محمد بعد وانت لا ابو محمد وانا ابو صلاح ابو صلاح ابو امون اها عيال اها اقول خلاص اخر مره تعرف شنو المعنى لا الله يبارك فيك يحفظك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هذا طارت اعمارك دكتور جمشير مستحيل اني ويدنج اور اني ثينج هابن ان ذا وول هيز نوت كومينج ما شاء الله عليه ثانك يو فور كومينج ام فيري هابي تو سي يو Nice to see everybody. بارجيل أبوي كلها أبوي هاي كلها الصحة بكبرها جاية تمشي مستشفيات ودخاتر كلهم. Nice to meet you. Thank you. صلاح جاهز جاهز يلا خبركم اني انا بسير مطعم مونتوك بنسوي عندي تغطيه في مطعم مونتوك تحيدونه اللي تسويناه للعام تغطيه مطعم جميل وفنان وتعال بريكم لبسه المطعم شوفوا الزين شوفوا الزين شوفوا العدال الله العظيم يا ابو محمد ينك انت سوي زحمة على العرب ما خليت للوادم زين خدت الزين كله عنهم ما خليت لحد شيء خدته وانفردت فيه تبارك الرحمن عين عليك باردي يا أبو محمد ما شاء الله تبارك الرحمن خير الخالق زين الحرايا ناس لو تعرفون ما شقاي الحبة صدى بقلبي ما شو معكي المهم هذا هو محمد هذا هو زين طول وعرض ما شاء الله لبس رقم واحد تقولون ما برقم واحد رقم واحد ونص الكركم وإلى عبد العايبة تحرية كركم يونية كركم تمشي أبدأ ماشي ها كركم ريج هاي يوم قل كركم ريج يطروني أنا المهم يتريوني خالي صلاح ومنهل وبنسير إن شاء الله منتق بنتعشى بنسوي فود تيست بسوين كذا طبخة جديدة ومن وافق بالمستجد ذاك بنراويكم جديد المطعم مونتوك شو عندهم الجلسة الخارجية الجديدة الشتوية يعني شيء وايد فنان بعيبهم عند مسوين اعتقد بند بعد شارع الخليج العربي اول بيت في الطرف هذا في الشارع هذا بيت حياة درويش بن كرم وهذا بيت حياة محمد رسول وهذا المشروع يشوفون وهاي المرور الأولية وهاي مقبرة البطين الطرف هذاك وهذا المطعم المحلي جيناه قبل مونتوك صورناه قبل والحين بنصور لكم إياه بحلته الجديدة شيء بيوز لكم روح أطح ما يلبسونه هذا المدخل طالة أعماركم جيناهم قبل شهر من هالشهر كم كنا موجودين 12/9 واليوم كم اليوم التاريخ؟ يوم 8/12 يعني عقب مرور بعد مرور طالت عماركم ما يقارب 4 شهور يلا صلاح سير عادة هذا ابوي هذا سنو 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 هذا سنو سنو لا تقولون ما راويناكم السنو وصرف ظبي
اسنا وصل ضربي. هذا المكان. هلو. شف مريم. كيف حالك؟ ينات قبل 4 شهور اظني. نعم. من شارع 50 يوم كانت تخطيطك. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. شو الجديد اللي استوى عندكم؟ اشوف ما شاء الله. اشوف السنو. اجواء شتويه. كانكم مسافرين معانا برا بس انتو. ايه. حطينا لكم اللي هو الفيكيشن هاوس هذا. بس خلينا للسنو. واشياء كذي حلوه كانكم ماشيين ومسافرين برا. ما شاء الله عليك. شتوية يعني ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وين بابا نويل عيل عنكم؟ لا لا ما عندنا. ما عندنا. عندنا بس هاي الاشياء البسيطه بس عشان ان الناس يحسون انه اجواء شتويه. ما تسوي الا زين. شو الجديد عندكم؟ عندنا اطباق جديده طبعا موجوده. نعم. هي. وعندنا الله يسلمك الاجواء الشتويه اللي احنا مسوينها على اساس ان نفتح الويندو. اها. كامله مبطله ان شاء الله. كانها على اللي هو مفتوح او الدور. في بعد جديده موجوده. عندنا شيء مهم وحلو بعد. شو؟ عندنا البرولايت حق اليها. طبعا هذا منتج كويتي ولكن صحي. فعندنا حق الاطفال موجود فيه الحديد والزنك والمغنيسيوم. شيبس يعني هذا اللي شو؟ نعم هي يعتبر سناك. اها. سناك ولكن صحي. وفي حق الكبار اللي هو يحتوي على البروتين يستخدمونه حتى اللي يروحون الجيم ابو محمد يعني. ما شاء الله. ما انا ما زاد بروتين من شنز بروتين. هذا منتج كويتي وموجود عندنا احنا. وهاي السويتات شيء جديد؟ اي نعم. عندنا اللي هو تشيز كيك. وهذا تشيز كيك نفس ما قلنا فيه الماده اللي هي مفيده حق الجسم. وعندنا التيراميسو. والتيراميسو هذا طريقه يعني حلوه ان احنا نقدمها غير الميل كيك. وعندنا الماج باي بعد هذه جديده. وعندنا الله يسلمك الكلاسيك تشيز كيك. وغير هذا طبعا عندنا هني مخبوزاتنا يمكن تجربت قبل اللي هو لا يخفى عليكم موضوع المخبوزات اللي عندنا. عندنا اللي هو الألمون نزلناه ونزلنا اللي هو الأبل بعد اللي هو بالتفاح ونزلنا اللي هو بالريزنز. الحمد لله رب العالمين تم اعتمادنا من السفارة الفرنسية. ما شاء الله تستاهلون. دخلنا في اللي هو الفستيفال الخاص فيهم اللي هو جو فرانس بسبب هاي المخبوزات والأكلات الجميلة الفرنسية اللي قدمناها. تستاهلون تستاهلون تستاهلين. شف مريم انتي انتي واحدة من بناتنا المجتهدات الله يبارك فيك. راح فيك البركه. حابه اتكلم عن موضوع القهوه اللي عندنا. طبعا احنا القهوه اللي عندنا بعد الحمد لله بفضل من الله كنت انا المحكم الرئيسي في اللي هي القهوه بطولات القهوه العربيه. نعم. فعندنا احنا انواع من القهوه اللي احنا نقدر نقول ان احنا عندنا الجيشا وعندنا البرازيليا وعندنا الاثيوبيا وعندنا الكولومبيا وعندنا كوستاريكا. فكل انواع القهوه كوفيز ما شاء الله. الكوفيز احنا سبيشالتي كوفي بعد ما شاء الله ما شاء الله. كل الحليب المشروع هذا ينا اذا تذكرون قبل 4 إلى 5 شهور كان نشاطها شيف مريم المنصوري هي وعائلتها الصغيره ما شاء الله عليها كونوا مشروع وصل الى العالميه. هذا الحين اعتراف من دول عظمى انه يعني وصل للعالميه مطعمهم. فلذلك الحمد لله اعطوهم اعتراف بالاسم بكونه اسم براند عالمي. والحمد لله وصلت الى العالميه شيف مريم. وشيف حينه البنيه اللي تعزف. طبعا احنا كل اربعة باذن الله يكون عندنا ايفنت معين في مونتور. اها. مش خاص يعني بفئه معينه. أه. للجميع ولكن يكون موجود للجميع. فنسوي لهم مثلا حدث معين في اشياء انتر اكتر. تابعونا على الانستغرام. الانستغرام في كل ستوري احنا نحط بعض الاسئله وبعض وايد العرب اللي تحرى مونتوك فقط مطعم. مونتوك مش بس مطعم. مونتوك مخبوزات سويت كوفيز. عندهم سبيشاليست وايد الاشياء اللي عندهم. مثل شو عندكم الكوفيات؟ طبعا عندنا كل انواع البينز. والبينز اللي موجوده عندنا 100% ارابيكا. عندنا الاثيوبيه عندنا البرازيليه عندنا الكوستاريكا عندنا الجيشا. يعني اللي بيي يعني اللي بيي ما بلازم يتغدى ولا يتعشى. طبعا طبعا يقدر يعني يعتبر كافيه وسبيشاليتي كوفي. زائد ان احنا ريستورانت. انا جتني اخبار انه ياخذ السفير الفرنسي. لا
السفير الفرنسي نعم كان في خطاب حقه في السفارة الفرنسية وتحدث عن مونتوك وتحدث ان مونتوك موجودة في الجو فرانس مالهم اللي هو يعتبر عن فيستيفال يسوونه في فرنسا فيكون في اللي هي الاكلات الفرنسية فالحمد لله رب العالمين كنا جزء من هذا الحدث يستاهلون ان شاء الله المكان روحه ممزوق ابو فريقي فريق العمل شيء هني عوايل شيء طبيعي ما رح نصور ان عوايل هاي طاولتنا نحن المكان فيه متهرب هاي الطاوله اللي لنا نحن وهي يقولون ها هذا الباركن هذا المدخل مالهم مكان جميل 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 وعلى الشارع مباشره متهرب شو هالزين شو هالزين شو هالزين الله يبارك فيك الله يسلمك خليك ان شاء الله شوف احنا نسوي كذي اجواء شتويه حلوه حق الناس بما ان احنا شتانا يعني فتره الدور الثالث شوفي بعد نفس الشيء في يلسة واليلسة بعد فيها ويندو والويندو بعد تتبطل يعني نفس الشيء نعم مرحبا الناس يبغون يصيرون للطرب بهالكافيه وهالمطعم المميز الطرب روحه ييك لين طاوله تحوط على كل الطاوله يصير الدور الارض ويصير الدور اللي فوق يعني تسوي جو يعني اتوقع ان كل اسبوع بنت ثانيه كل اسبوع في اله ثانيه وكل اسبوع في ايفنت اخر فكل اربع ان شاء الله يكون عندنا ايفنت معين حق الناس نطلعهم من الاجواء اللي هو زي ما تسوون للزين شيف مريم شو بتطلبي لنا الحين نطلب لكم السلطات الجديده احنا هي. عندنا اللي هو السيزر سلطه وعندنا الله يسلمك الوايت رايس سلطه وعندنا البيبي تشيكن اللي سويناه بالترافلز ضروري تجربونه وعندنا الفير راك هذا بعد شيء وايد جميل اللي هو يجيب لك كانها ريشه اللحم بس الكبيره التكسر يسمونها فان شاء الله باذن الله بنكون حابين وبنطلب بعد الله يسلمك خلينا نشوف الاشياء الجديده وثا نيو ثينجز اولسو So this is two, baby chicken. Okay, and we take the biryani, baby chicken, biryani. شوف مريم توني سمعت تقولين لي شيء رايس تشيكن رايس تشيكن قلتي له اللي هو الوايلد رايس شو اسمه وايلد رايس اللي لا شو توك قلتي رايس تشيكن صح هو هريسه تشيكن هريسه تشيكن حريت طلب حريت اوردر اسمه رايس تشيكن لا لا هريسه تشيكن هريسه تشيكن بس هي تي مع الحمص الحمص اللي هو يوديك لاسيا احنا نسميها اللي هو الليمون جراس حمص نعم مع اللي هو الليمون جراس فليفر الحين كله بيجيبونه ان شاء الله من يشوفون يحطونه نحب نصور بنتكلم الله يسلمك ايس تي وسبيشال اللي هو مونتوك ايس تي انزين وهذا شو؟ وهذا الله يسلمك اللي هو الكركديه بس الموهيتو الموهيتو الكركديه كركديه موهيتو يا ابوكم هذا روحه عذاب وهذا هذه الكولا يسمونها على قولتهم كولا لندن صدق عاد؟ نباتيه وما فيها اي سكر والله؟ هي نباتيه حبوبي اياها جابوا لكم السنو السنوب ويوصلوا لكم اياه لين البطين هذا وصل بويه البطيل لسنو ها ما شاء الله ما شاء الله يسنو الثلوج الثلوج ياتكم الثلوج الثلوج ياكم السنو ياكم السنو يا سلام يعني يسكى يوم بيستوي هذا صدق شوف مريم بنبتدي بالسلطات هاي شو هذه عندنا الوايد رايس سلطة ها؟ الوايد رايس سلطة اللي يسمونه العيش البري يسمونه العيش البري يعتبر الوايد رايس مو بلاك وميكس رايس بس اللي حلو ان احنا ضايفين عليه مكونات زيادة يعني من عندنا على اساس انه نبدع في الطعام وهذا عندنا هاي نزلناها جديدة بعد اللي هو سيزر سلطة ولكن سيزر سلطة بالخلطة اللي هي خاصة في مونتو فخلطة جدا مميزة هذا جواكامولي هذا احنا قاعدين نسوي ان شاء الله باذن الله واعتمدناه بيكون ان شاء الله موجود في اسمون فبعدنا ما نزلنا الطبق اصلا في مونتوك البطين وهذا الله يسلمك اللي هو الشرم اللي هو احنا نستخدم التايجر وعباره عن السيراتشا شرم مع اللي هو المانجو صوص وعندنا هذه هريسه تشيكن
معظم الناس على بالهم لما نقول هريسه تشيكن هي الهريسه العاديه، ولكن هي الهريسه التونسيه. ايوه مريم، عباره عن شو السلطه؟ لذيذه. هي لذيذه ومشبعه وصحيه. اي والله فيها نوع من النتس، يعني اقدر اقول المكسرات، غنيه بالمكسرات، غنيه بالزبيب اللي هو لو تلاحظ حتى حبه الزبيب ابو محمد وايد لذيذ. هاي شو اسمه، شو اسمه الطلب، شو اسمه الاوردر هذا؟ وايلد رايس سلطة. ها؟ وايلد رايس سلطة. اللي بيجي ما بيطلبها ترى غلطان. عمنتوك منيوهم غني، فيري ريتش منيو، عندهم اكلات يعني لا تنعد ولا تنحصى. اللي حطوه هنا الحين هاي الاكلات الجديده، هذا شو حينها؟ هذا السلمون، السلمون النرويجي. اها. يقدم مع المانجو، صوص المانجو. ايوه. وهذا عندنا اللي هو البيبي تشيكن مع الترافلز. نعم. وعندنا اللي هو التسكن بين، هذا الطبق بعد جديد ويقدم مع اللي هو السويت بوتيتو. عباره عن شو هذا؟ هي لامتشوب. نفس اللامتشوب بس البيف. وعندنا الرجوتي اللي هي بالترافلز، والترافلز البلاك ترافلز الايطالي. يمكن شنها ابو محمد ريحه اروحها. هي هي وايد قوية. ايش معنى؟ نعم وايد قوية، لان احنا نستخدم الفرش حتى في الصوص نفسه، يكون هو الفرش نفسه احنا محضرينه منزليا هني، فما في شيء ناخذه من السبلاير نفس ما قلنا قبل. كل الاشياء اللي تحضر من سكراتش. لكن البيبي تشيكن يعني مغري. البيبي تشيكن ابو محمد لو تلاحظ احنا نحاول ان احنا نربط اللي هو التاي بطريقه انه ييكم على شكل قلب، فنقول لكم انه من القلب الى القلب. من القلب للبطن. كل ما هني صنع بحب يعني. يمكن تلاحظ بعد ابو محمد الطبق هذا لو تشوف التشيري توميتو، طبعا هذا التشيري توميتو هو اللي احنا نستخدمه في الاربياتا، في البيض والطماط حق الصبح. أيوة. فهذا النوع اللي احنا نستخدمه، ولو تشوف ان رتش ما زال موجود، صح انه روستد لكن ما زال محافظ على الجوسي وعلى طعمه. شف مريم، ريوق. شو ريوق عندكم؟ سمعت كذا من واحد مساء اسمعهم يطرون ريوق. اي نعم، ففي ناس عندنا تبارك الرحمن يون حق الريوق. ريوقنا جدا فاخر، عندنا وايد اطباق وعندنا منوع طبعا. موجود في الانستغرام؟ موجود هنا بس توكل على الله. انستغرام وفي اطباق جديده بعد نزلناها للريوق، فاحنا متنوعين. ودري عنكم متنوعين. انا مستغرب من ريحه الترافل هذا. الترافل جدا اول مره بحياتي اروح ريحته شي قويه. احيانا في ناس يستخدمون الصوص، صوص الترافل، لكن الصوص احنا اللي هي نسويه تسويه منزليا، بما معناه ان احنا من الصفر طبعا نستخدم كل الاشواء، الاشياء اللي هي احنا نقدر نقول الرو، ونستخدمها ونسوي عمليه الصوص، فما ناخذ صوص من برا. سبحان الله، اكلهم شهي. انا هاي ثالث مره ايهم، لا والله رابع مره من عقب ما جيتكم في مشاريع الخمسين، جيت مرتين واليوم الثالث، يعني كلهن اربع مرات. اكل مميز على فكره. تدخلون المنيو مالهم غني بطريقه ما تتخيلون، الستيكات الربسات، في اشياء لا تعد ولا تحصى عندهم. نحن عاده الفيل ناكله اسكلب، لكن فيل ريش عندهم هم بس. فلذلك شوف الحمته كيف بيضة، حرام انك تحرى دياي. شوف هذا الفيل. متعة.
زين. لا تصورني انا اصور هنا. صورني هاي. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهذا السادس. يعني هذا كله اصورني انا. مستحيل يغير طعمه بهاللذة بهالنظافة بهالترافة الا من وراء منو شيف، شيف عظيمة مثل الشيف مريم بارك الله فيها. مريم المنصوري راعية بيت، حرمة، حرمة يقولون حرمة، يعني حرمة عن 40 حرمة، ما بحرمة عادية، لا قلت لكم من قبل شيء حرمة وشيء حرمرم وشيء شراء لك بيش يترمرم. هاي من الحريم اللي حطها عن 40 رجال تبارك الرحمن، ما شاء الله واجهة على شغلة. فلذلك في كل شيء فيه طعم، كل شيء طعم مختلف عن الثاني وكله جيد. طبعا الله عليكم. شوف السلمون كيف يوم يقول ترف، يعني ترف. اما البيبي تشيكن رحمه الله عليها تسلم عليكم، كانت بيبي تشيكن، كانت صرعت بها؟ ايه شو ايه كل ايه ايه مريم هاي العيالت صح؟ ولو دريت كم نصف تبي تصورهم ما قلتي لي، عازمت يوم اصور بعيده بعد الكاميرا. هي اللي ماسكه عندنا الماركتنج والاتشار. ما شاء الله، شو اسمها؟ طبعا ايمان تبارك الرحمن، اللي هي كانت في لما اعتمدونا من السفاره الفرنسيه كانت هي مسويه الفيديو كونها يعني تتقن اللغه الفرنسيه. ما شاء الله عليها الله يحفظها. شو اسمي انا خالد الخالدي بالفرنسي؟ والله ما يتغير. عندها لغة ثانية بعد اللغة الصينية. ما شاء الله الله يحفظها. شو ماسكة في البزنس عندك؟ ما شاء الله. ولد؟ عبد الله. شو ماسك؟ ماسك الإيجار. ما شاء الله عليك. الله يحفظه إن شاء الله. عبد الله ماسك الفاينانس بعد. ما شاء الله عليك. أسوي فيه أنا سويت لكم مكتب، سويت لكم رواتب ولا شي بلوشي؟ لا لازم رواتب. صدق عادة؟ على 5000 لو ثلاثة؟ ما ينقال. هذا شيء انا علمته اياه. الله يبارك فيهم ان شاء الله. اللهم امين. كثير من زمان يبتي لنا اياه. اي نعم من جرين ايلاند. هي ما يبتوا لنا منه؟ محمد الحين بيجونه لك. اي والله. يا جماعه الخير اللي بيجي وما بيجرب العصير هاي يسموه جرين ايلاند. هذا يعني اولا افود عصير في الدنيا العوده. عبارة عن كيل أتذكر وشي بعد وياها برتقال منو؟ الصبار ولذيذ لذيذ فوق ما عصير شي نشرب شرات السفناب ما يعني ما بشي غليظ لكن اللد اللي في الكون كله فيه إن شاء الله الحين إن شاء الله ويا الرقاد بس ما بترقد؟ زين بدل وهذا وارقد زين يلا طياكم باكر منهل يرمي الصلاة يقولك ان بدك تليفون رد عليه ان شاء الله حاضر توكل على الله صلاح يلا باي 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 خيو مع السلامة هذا اللي خبرتكم عنه نسيت شو اسمه انا هذا الو نيم فور ذس وان جرين ايلاند يا ابوكم تحمل واحد منكم يجي ولا يطلب من هذا جرين ايلاند اقول لك شو مريم هذا جرين ايلاند هذا اللي انا احبه من قبل وهذا شو هذا هني اللي عندنا اللي هو الميلك كيك الزعفران الميلك كيك هي طبعا الزعفران ابو محمد انت شفت اللي عندنا هي شفته ما شاء الله هي وعندنا هاي الكلاسيك تشيز كيك نعم مع الرسبيري وعندنا هذه اللي هي التيراميسو خاصة نعم. فينا يا سلام هذا اللي هو الاسبانش الكول بالزعفران اي اسبانش لاتيه هي نعم اها وعندنا القهوه العربيه قهوه سيلانيه واحنا نحمسها ونسوي قناتها موجود عندنا ما شاء الله عليكم وال في 60 عندنا اللي هو البنما جيشا وهذه اغلى انواع الكوفي اللي موجوده والفانيلا والباشن
باشن فروت، وهي تعتبر اغلى او اغلى انواع اللي هو القهوه البيت يعني. هذا شو قلتي لي؟ هذا عندنا اللي هو الاسبانيش زعفران، نستخدم فيه البرازيليه. زين شو كيف تستعملونه حين؟ يعتمد على الشخص نفسه يعني، عاده مثلا روحي قايس على عمره، اذا هو حاب يحطي مثلا الكوفي في البدايه اها، بعدين يدمجه مع الحليب بعد، ومن عقبها موضوع اللي هو الزعفران. طبعا الزعفران ينطحن في نفس اللحظه فتحس بطعم الزعفران. مبدعة. الله يسلمك محمد، الله يسلمك إن شاء الله. طارت أعماركم من الكيك زعفران. إذا منو بيضعه؟ يبقى والله إنه غير نمو. Thank you, Chef Marianne. يقول لك هذا الترمسو اللي على بطنه وظهره. الترمسو لولايتي هذا هو. هذا هو الترمسو. من شيفته يقول ترمسو. شو اللي غير، شو اللي يميزه عن غيره؟ محمد اللي يميزنا يمكن احنا نستخدم فيه دارك شوكليت. نعم. نستخدم فيه نوع من انواع اللي هو البيستري كريم. بس تحضر يعني، فعندنا نوعين من البيستري كريم يخلطون مع بعض، الطريقه الايطاليه اللي هي الكلاسيكيه القديمه، واللي حلو فيها انه موضوع البسكت اللي موجود طاغي بعد على موضوع اللي هو الكريمه، فالحين بتجرب ان شاء الله وبتحس بالمكونات فيه. اي والله يا العذاب. ما ودك تسرطها. شوفوا انتوا الفود تيست، شوفوا اللي بيطعم بالله عليكم. خرب بلاطه من حالي. نور ومقاوم، نور ومقاوم. هات الطعيم، شوف تشيز كيك الطعيم، ها شوف هذا تطلع كل الطعيم. اما يبقى كل ما بياكل من هذه غلطه، حرام ينحط طول العمر. فبلا تطول العمر تبري العليل، العليل المسوقم طايح على ينبه من يطعم وترمسوا مالهم، يبوكم ينقز على كراع، حرام ينه ينقز على كراع المسوقم هذا اللي طايح على ما قالوا الكويتيين على كتر، زين حنقول على ينب اللي طايح مسوقم عليل مره ما في رجع من ياكل الترمسوا هذا، نشلكم وينقز على كراع. عشان حد يروم ياكل جام، ها صمصم عليه الجام هاي اللي يحطونه فوق هذا، ها والله انه صمصم عليه. رب الله تحروني انا اللي اصرط ابوي غيري لايم بعد. ابو عبد الله هذا، ابو عبد الله هذا، ابو عبد الله وهذه ام عبد الله، وهاي لاك عيالهم الله يحفظهم، اسره متكامله بارك الله فيهم. هذا الريال وهاي الحرمه متفازعين على الخير وعلى سووا لهم بزنس، وحين ابوي ما شاء الله عليه بزنس وعيال وبيزات ومطاعم وكل شيء، هو فنان وحرمته فنانه ما شاء الله عليكم. الله كان مداوم الحين يقولون شارد بعد من دوام، لا استغفر الله ما بشارد وقف دوامه، عاد قلت الحين ما بمسح الفيديو. قالت لي معلومه عن القهوه، الحين انتزر بطني من العصير ومن الماي ومن البيبسي وما ادري شو ما ادري شو ما ادري شو، وحين اعطتني معلومه عن القهوه، ناوي اللي بس من بعيد بعيده الحين لازم ملزوم علي اني اجرب هالقهوه. قولوا ليش؟ شو السبب؟ هي طبعا اغلى انواع الحبوب القهوه يسمونها الجيشا، وهي بنما جيشا، تعطيك الفليفر او التيست اللي هو ستروبري وفانيلا وباشن فروت، فتعطيك فروتي اكثر يعني، نستخدمها في البي 60 عندنا، فجدا من انواع. وليش غاليه؟ غاليه طبعا غاليه، تخيلوا كيلو القهوه بلف ألف وشيء. يا رب وانت ابدا له هي تدل هذا وانت ولا الضالين سيدي امين. ولا قالت عمرك انا اقول لك ليش، هذه تنزرع هي في قمم جبال في بنما. نعم. فعسب كذي ان الكواليتي مالها يكون جدا ممتاز. والله ما الممتاز الا انت. اعلاننا وخلصنا، شكرا شيف مريم. الله يسلمك.
قصر. طبعا يعطيكم العافية وشكرا على التغطية اليوم. بس حابة أخبر كل ضيوف اللي بيجونا إن شاء الله في مونتوك، إحنا إن شاء الله بنفتتح بإذن الله من يوم السبت، بيكون افتتاحنا من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 12 المساء. وفي نفس الوقت ترى إحنا عندنا البالي بارك، لا تنسون إن شاء الله ما تتحيرون في موضوع الباركنات، صف السيائر علينا، والباقي إن شاء الله بإذن الله بعد وقت ما تكونوا موجودين بنوفر لكم كل سبل الراحة ونوفر لكم الأشياء اللي محتاجينها. عندنا الريوق، وعندنا الغداء، وعندنا العشاء، وعندنا الكوفي، وعندنا السويتات، وعندنا الأفترنون تي. غير هذا يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا الأفنتس اللي دائما يكون موجود فيه أحداث وأشياء وإفنتات تكون إن شاء الله متميزة لكم. يعطيكم ألف عافية وكل الشكر والتقدير. شكرا شيف، شكرا ما قصرتي، تحياتي لك ولأبو عبد الله. شكرا.